شاكر، مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدين على القناة الوطنية الأولى. أجواء احتفالية كبيرة هنا في مقر الحركة، شماريخ، هتافات باسم رئيس الحركة، كل القيادات تقريبا موجودة في المقر تتبادل التهاني قبل الندوة الصحفية. معنا الأستاذ راشد الغنوشي. سؤالنا الأول، رأيك في نسبة المشاركة في التصويت على المستوى الوطني وخصوصا في صفوف الشباب؟ بدءا أريد أن أحيي الشعب التونسي وأحيي كل من شارك في هذا الاحتفال، في هذا العرس كما قلت، من رئاسة تفضلت بالدعوة لهذا العرس، إلى حكومة بجيشها وشرطتها وبكل أركانها دعت حمت هذا الاحتفال ودعت إليه ورعته. تحية إلى كل من شارك من الناخبين والمرشحين سواء نجح ولا ما نجحش، لأنه شرف لتونس أنها وصلت إلى هذا المقام، وصلت إلى هذا، أنجزت استكمالا لديمقراطيتها بعد ما عملت دستور وعملت هيئات. والآن نحن برهنا للعالم، أعطينا رسالة أن الديمقراطية التونسية ديمقراطية حية مش متوقفة، ولود تنتج. واليوم نحن هناك إنجاز، نهني الشعب التونسي بكل فئاته. الحقيقة اللي نجح هو الشعب بقطع النظر عن هذا أو ذاك، الذي النتائج حتى لما ظهرتش بشكل رسمي، ولكن نحن نسجل بإكبار هذه العملية وكل من شارك فيها وكل من فشرف له. نسبة المشاركة التي سألت عنها نسبة دون المنتظر، كنا نتمنى أن تكون أفضل. حسب رأيك علاش؟ كنا نتمنى أن تكون أفضل، أما الأسباب فهي كثيرة. أولا هذه النسبة عالميا ما هيش نسبة محقورة، معناها أمس الأسبوع الماضي وقعت في بريطانيا انتخابات كان فيها 35% تقريبا، يعني فنتوقع أن تصل النسبة إذا إلى 30% في تونس، نسبة دون المنتظر. ولكن نحن ماناش في انتخابات رئاسية ولا في انتخابات تشريعية، نحن في انتخابات مسؤولين ليقوموا بالخدمة في محل معين في بلدة معينة. ليش كان ممكن تكون أحسن من هكا؟ لأنه هذه هي أولى من نوعها، ما عندناش سوابق، نحن عندنا شرف كونه نجري أول انتخابات بلدية ضمن دستور تونس، دستور الثورة، وهذا انتصار للثورة. لماذا ما كانش أحسن من هكا؟ لأنه الإعلام نفسه هناك حجب لوسائل إعلامية كان يمكن أن تشارك في الحملة، لم تشارك في الحملة بسبب تضييقات تعرضت لها ونحن متعاطفون معها. هنالك أيضا حالة نستطيع أن نقول إحباط لدى الشباب. الشباب كان يتوقع من الثورة أن تعطيه أكثر مما أعطت، ونحن هنا نتوجه إلى شباب تونس أن إجراء الانتخابات بطريقة حرة وديمقراطية يعطيهم أمل في أن الشعب اللي قدر يجري هذه الانتخابات بشكل نزيه هو قادر على أن يحول هذه الثورة إلى ثروة، قادر أن، لأنه نحن ننتخب هيئات لتقوم على رعاية الشباب رعاية مباشرة فلها علاقة بالتنمية. نحن نتوقع أن يكون المستقبل، أن يكون الغد أفضل من اليوم. نتوقع أن هذه البلدية ستدار بطريقة جماعية مش بطريقة فردية، ونحن كلنا استعداد للتعاون مع كل من شارك في هذه الانتخابات مهما كان حجمه، لأن المجلس البلدي يفرض أن يكون القانون الانتخابي فرض في الحقيقة. شكرا لك. وقد أحسن مجالس متنوعة، مجالس شكرا لك وحيدة. هذا تصريح بتبيع حصري للتلفزة الوطنية من السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة.